السلام عليكم. اليوم جبت لكم مقطع جديد. في هذا المقطع راح اوريكم كيف تقدر تركب الطياره وتصير السواق حق الطياره، او تدخل كابينه الطيار وتسلم على الطيار، وغير كذا تاخذ 3 مقاعد مجانيه بنفس السعر. معكم ريان الطيران، هذه مقاطع جديده، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. وخلينا ندخل قبل هذا، اي شنطه تتوقعوا؟ هذه شنطه على السريع، اي شنطه تتوقعوا من هذه شنطي؟ بس خلينا نكثر الكلام وخلينا ندخل على المقطع. زي ما تشوفوا الحين ركبنا الطياره وقاعدين نستعد وقاعدين نخطط انه كيف راح نسويها. خليني اقول لكم اول طريقه عشان تكون الطياره فاضيه، تحاول تدخل اخر واحد لما تيجي تحط عند البوردنج، تخليك اخر واحد، تشوف كل واحد دخل وتدخل اخر واحد، وانت داخل اخر واحد تشوف البزنس كلاس الفيرست كلاس على يسارك، وتروح كل شيء وتشوف اذا فاضي المكان اقعد، او تستنى لما تشوف احد فاضي. فيلا خلينا نوريكم المقاعد اللي تكينا فيها. طيب بقول لكم الخصائص لما تكون الطياره فاضيه، ما في احد، ما في الا انت. 3 مقاعد طبعا، احط اغراضي ورا واغراض تحت. فوالله يا احلى شيء بدك تعطيها التكيه كذا، ويا سلام بتقول يا شباب كيف الحال؟ ان شاء الله كله تمام. والحين نسوي لكم فلوق. اوكي فلوق في الطياره. ثواني بس. السلام عليكم، جبت لكم مقطع جديد، وهذا المقطع ما راح يكون زي المقطع. معكم ريان شديد، انسوا لايك واشتراك. وهذا المقطع زي ما تشوفوا معايا فلوس حق سبلاش، يعني ماني. اوكي راح نروح عند كل شخص وراح نسوي معاه تحدي. واحد من المشتركين اللي راح يشترك بهذا المقطع راح يفوز من الجائزه هذه. زي ما تشوفوا معانا 1,000,000 بطاقه، فاشترك وحط لايك عشان نقدر نفوز. فحنروح عند كل شخص نساله تبغى هذه الفلوس ولا تدبلها؟ ايوه تبغى تدبلها ولا نعطيها للشخص اللي بعدك. وراح نسوي تحديات كثيره، فاحنا في شارع التحليه في الرياض، فخلينا نبدا نروح ندور على الناس. اوكي طيب لقينا اول شخص. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ عيد. عيد، يا عيد انت كل عام وانت بخير عشان العيد جاي. حضرتك. طيب شوف معي 25 ريال، تبغى اعطيك اياها ولا تدبلها وياخذها الشخص اللي بعدك؟ ندبلها اوكي. طيب مين الشخص اللي بعدك؟ طيب تيجي انت؟ لا انا خليني في الاخر. انت خليك من الاخر؟ اسمع هو بس انا اللي اخترت. لا انا اللي اختار. احمد كيف حالك؟ الحمد لله. صار معنا 50 ريال، تبغاه ولا تدبل الشخص اللي بعدك؟ هنصص اديها للي بعد. خلاص ما حروح الشباب، خلاص حروح دول نصانين. نصان؟ ايوه خلاص اديها للي بعد. حبيبي بقى العيال شباب معليش. شباب سحبت عليهم. يلا نروح الشخص اللي بعده. اسامة كيف حالك؟ معايا 200 ريال، 100 ريال، تبغاها ولا ادبلها الشخص اعطيها للشخص اللي بعدك؟ لا ادبلها اعطيها للشخص. كم يعني؟ بتصير 200 صح؟ صح عليك، الف مبروك، شكرا. الشخص اللي بعدك. تعال انت. اوكي، كاميرا مان، كيف حالك؟ تبغاها تبغى 200 ريال ولا ادبلها اعطيها للشخص اللي بعدك؟ لا ادبلها. اوكي صارت 400 ريال اللي بعده. يلا. اوكي، الحين وصلنا 400 ريال زي ما شفتوا قبل شوي، فالحين راح نسأل شخص. فالسلام عليكم، كيف حالك؟ معي 400 ريال من سبلاش، هل تبغيها ولا ادبلها وخليها 800 لشخص ثاني واعطيه اياها؟ ما تبغي ال 400؟ لا اعطيني. تفضل. اوكي فازت ب 400 ريال والف مبروك. عشان تكون منها، عشان تكون واحد من الناس اللي يفوزوا، حط لايك واشتراك. نفس العافيه. الله يعطيك العافيه. شكرا. يلا خلينا نروح الشخص اللي بعده. عندك فلور؟ يا ام يوتيوبر. ايش حاب تقول الفلور؟ تحكي بجد؟ ايوه قاعد لحالي هنا راضي وطاقم فلاوي. خلينا نشوف اذا يضيفوني. ايوه بسالي ما في ضيافه لليوتيوبرز عندكم؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك. ايش بتحب؟ عندنا كل السيرفيس موجود. فور فري؟ نو مش فور فري. ضيافه؟ ايوه. لا تحش، هي مش كذا. اعلان فلاينات. ايش اسمك؟ اسمي انتصار. ايش؟ انتصار. كيف فلاينات معاك؟ جود. والله كانك تشتغل معاهم؟ ما شاء الله. احنا رايحين الحين. احنا عمان باذن الله. حابه تقولي اليوتيوب شيء او انستغرام؟ اهلا وسهلا فيكم. اون بورد اولويز. شكرا. لا بتحب تجيب لك اي شيء؟ ما ادري ايش رايكم؟ اسال المتابعين. شو؟ ايش في اشياء عندكم؟ ايش في عندنا؟ كل شيء عندنا منيو هنا متوفر، فيه كل شيء، الوجبات، الاشياء الحاره، في السناكس، في بارد، في حار، في السناكس. طيب اذا ما اخذ احد ايش بتسوي فيه؟ شو يعني؟ اذا ما حد اشترى ايش بتسوي فيه؟ شو بنسوي فيه؟ احنا خلصنا رحلتنا، تم انتهى كل شيء، بيروح الكيترينج لعمره واحنا فيه. الاكل بظله للرحله الجايه؟ لا طبعا. ايش بتسوي؟ كل رحله فيها اكلها وكل رحله وفيها كيترينج. طبعا الاكل
القديم ايش بتسوي فيه؟ والله المعلومه هذه انا ما فيني اخدمك فيها ما اعرف. اوكي لانه بيطلع من الطياره خلاص انتهى. اوكي حلو يعطيك العافيه شكرا عشان معطيني سنه ثانيه نحن معطيني 6 مقاعد شكرا. لا بس يعني الفلايت مان مليان فخذ راحتك. شكرا شكرا يعطيك العافيه. انت جاوب او شوف اسمع انت راح تدبل لانه 25 ريال ما راح تشتري شراب فهمت؟ يلا السلام عليكم كيف حالك؟ السلام عليكم سهلا. تبغى تقول شيء للكاميرا تبغى تعرف عن نفسك؟ اهلا وسهلا فيكم واهلا فيكم بقناتكم و ريان جديد حبيبي. شوف معي 25 ريال تبغاها ولا دبلها وخليها 50 الشخص اللي بعدك؟ اكيد 50 الشخص. خلاص متاكد؟ متاكد 100%. شكرا والله متاكد حبيبي يعطيك العافيه. يلا نروح الشخص اللي بعدك. السلام عليكم كيف حالك؟ شو اسمك؟ مبارك. حابب تقول شيء للكاميرا؟ مبارك عليكم شهر رمضان. الله عليك مبارك يبارك عليكم. اوكي معي 50 ريال من سبلاش تبغاهم ولا تدبلهم وخليها 100 واعطيها الشخص اللي بعدك؟ لا تدبلهم واعطيها اللي بعدك. والله خلاص دن حبيبي شكرا مبارك. يلا معي الشخص اللي بعده. يب زي ما شفتوا قبل شوي وصلنا 100 ريال والحين عندي الشخص اللي بعده. السلام عليكم كيف حالك؟ ان شاء الله تمام وانت بخير. الحين معي 100 ريال من سبلاش تبغيها ولا تدبلها واعطيها الشخص اللي بعدك؟ ادبلها خلاص 200 متاكده خلاص اوكي ندبلها ونروح الشخص اللي بعده. يلا طيب زي ما شفت قبل شيء صار معنا 200 ريال من سبلاش والسلام عليكم كيف حالك؟ سمعتي معي 200 ريال من سبلاش هل تبغي تاخذيهم تشتري فيهم العيد واشيائك ولا ادبلهم واعطيها لشخص ياخذ 400 يستانس فيها ويدعي لك؟ لا حافظها. تبغى تاخذيهم متاكده؟ خلاص اوكي اول شخص او ثاني شخص يفوز معنا 200 ريال. كل عام اوكي وانتم بخير. صلوا على النبي صلوا على النبي. خلاص المبروك. خلينا نروح لاخر شخص. معي هذه البطاقه فيها ليمت معين معك دقيقتين تقدر تشتري اللي تبغيه. فبدينا مع دقيقتين بسرعه. اوكي مع دقيقتين لازم ما تتعدى الليمت. اوكي التايمر طالع لكم فوق قاعد يحسب. اوكي شالت الدنيا كلها. اوكي يا ساتر. اوكي باقي دقيقه ونص اوكي عالي تشتري بعد ما شاء الله. اوكي الوقت قرب يخلص باقي دقيقه وقت كذاب ليمت خلاص بس كذا متاكده باقي دقيقه في ليمت اي خلاص لا خلاص اوكي خلينا على المضمون خلينا نروح نشوف نحاسب وكم يطلع تعدت الليمت ولا لا. فيلا اوكي وصلنا عند الكاشير وراح يحسب الملابس اشوف السعر. الليمت 400 ريال بس فخلينا نشوف ايش تتوقع بس اتوقع 400 اوكي خلينا نشوف 140 اوكي كمل اوكي ليمت 140 اوكي 228 شكلك خسرتي شكلك خسرتي اوكي شكلك خسرت 157 خسرت ها يا 357 خسرتي لا يمكن هذه 30 لا والله لو انك شريها من وين ها خسرت اللي فاتت اخر طقله خسرت انا اقول خسرت. اللحظه المنتظره 400 ريال ولا اكتب في الكومنتات اذا تحس ان 400 ريال حط اشتراك 446 خسرت. جيجي يعطيك العافيه يعطيك العافيه ومعوض الخير. خلاص الحمد لله حطينا فلوس بجيبنا. السلام عليكم. طبعا زي ما كلكم طلبتوا فلوك في الحمام حق الطياره المايك خايف يطيح يمه والله المايك حيطيح. طبعا هذا الحمام حمام 10 من 10 حمام اصغر صغير يعني. تبغى تسمع الصوت يا والحين راح اشرح لكم كيف تقدروا تركبوا الطياره وتسوقوا مكان الطيار وتقابلوا الطيار شخصيا. اول شيء لما تشوف انك راح تهبط قربت تهبط خليك قاعد بكرسيك لا تتحرك ولا تسوي اي شيء استنى كل الناس يطلعوا ولا تسوي شيء. اول ما تشوف كل الطياره فضيت ما بقي الا انت والموظفين حق الطياره وراح تمشي 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 تيجي تطلع. قبل ما تطلع راح تشوف باب الطيار مفتوح او تسال المضيفات تقول لهم عادي اشوف الطيار او اشوف الكابينه حقت الطيران هم ما راح يقولوا لك لا ويعطيهم العافيه. والحين راح نوريكم ايش موجود جوا الكابينه وكيف شكل الكابينه وكيف تصير طيار. فلا تنسى لايك والاشتراك ويلا نخش على الطياره. كنا وصلنا زي ما تشوفوا الطياره فاضيه صارت اخر واحد ف يلا يا ساتر. السلام عليكم يعطيك العافيه
شكرا لك على الطيران والله كان خرافي. اقول لك بس تصور ايه بس لازم تدفع كم تبي تدفع يا عمي افدك كل شيء ما شاء الله والله شكرا رحله حلوه ويعطيكم العافيه بوجودك يا حبيبي شكرا لك سلام. مره وهنا مكان الطيار لما وصلنا يعطيكم العافيه وشكرا شكرا لكم كانت رحله خرافيه الله يديها ونشوفكم مقطع ثاني.